هنعمل حاجه تانيه حلوه قوي قوي قوي، هتتخلل في اسبوع، هيتفتح عليها هتاكلوا احلى سردين مخلل يستاهل بقكم. بقى قدرنا ايه، مش هتختلف كتير عن الفسيخ بس الطريقه هتختلف. هحتاج ايه؟ سردين، سردين بلدي يا جماعه، سردين بلدي، بلاش تجيبوا السردين المجمد في التخليل. اوكي سردين بلدي. هحتاج ايه؟ سردين، شلت الراس، شلت البطن بتاعته، ده هيتخلل في اسبوع. ملح، شطه، زيت زيتون، وادي فود، معلقه صغيره كركم، فصين قرنفل، قرن فلفل احمر مفروم ناعم جدا، هريسه شطه وادي فود، وقرون شطه سوداني اسواني مطحونه. تاني السردين المخلل هعمله ازاي؟ سردين بقطع الراس وبقطع كمان وبشيل البطن بتاعته وبنضفه كويس جدا جدا، وبرده بسيبه ينشف تماما وبرده بنشفه حلو قوي قوي قوي. خلاص، ملح خشن، شطه حمراء، زيت زيتون، وادي فود، معلقه صغيره كركم تمام، فصين ثوم، قرن فلفل احمر مفروم ناعم، هريسه شطه وادي فود، وقرون شطه سوداني. هي هي، انا مش المقادير مش هتختلف لكن الطريقه اهي عندي. احط ايه؟ شويه ملح خشن تاني. انت اخدت يا سعيد الملح؟ معلش يا سعيد عايزه الملح. وادي شطه كمان ناعمه، ملح خشن وشطه برده وشطه ناعمه، وادي كمان كركم، وادي هنا عندي الاعواد القرنفل. هقلب كده وهقول الو يا ايه، يا ايه، والشطه بعد اذنك يا ايه. طيب كلمينا تاني يا ايه. يا ام طارق ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انتي اخبارك؟ الحمد لله. ايه الجمال والحلاوه دي؟ بنخلل احلى. ايه الجمال ده؟ ايه السكر ده؟ شفتي بنعمل ايه؟ مبهدلين الدنيا هنا، بس صدقوني ما في اي ريحه. لا والله العظيم ده عسل عسل عسل. حبيبتي ربنا يخليكي ليا. عامله ايه؟ انت طلتك كده بالدنيا كلها والله حبيبتي. العظيم طمنيني عليكي، صحتك؟ انا الحمد لله والله كويسه دلوقتي، الحمد لله بجد. الحمد لله، بقيت حرك صباعك كويس الحمد لله. ربنا الحمد يكمل لله. شفاكي على خير يا رب. الله يخليكي. عايزه اقول لك على مبادره هنا عندنا في شارعنا عاملينها شباب المسيحيين والمسلمين. قوليلي. عندنا في شارع على فيصل، انا على فيصل على طول يعني داخل الشارع كده. شباب، الشباب مع بعضيهم مسيحيين مع مسلمين بيعملوا مع بعضيهم، يجي من فلوسهم ومن مصروفهم. الله. يجيبوا بلح ويجيبوا تمر وحاجات، ويقفوا على 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 اول فيصل يسقوا الناس اللي بالعربيات رايحه جايه. الله، دي احلى حاجه والله، احلى حاجه الروح الجميله دي، ربنا يخلينا لبعض. بجد انا ببقى فرحانه بيهم جدا طبعا، وبقعد ادعي لهم قد ايه، اقول لهم ربنا يجازيكم كل خير واللي انتم عايزينه قولوا لي عليه. بجد بجد فعلا ربنا، هم دول الشباب المصريين، وهي بجد دي تربيه اهالينا لينا. بجد والله بجد بجد انا ببقى فرحانه جدا بيهم. احنا على فكره جنبينا تحتنا على طول مسيحي، مكواجي مسيحي اسمه ممدوح، أسرة عمرنا. انا كان جوزي بيسافر بيقعد مثلا بالثلاث شهور، انا كان ولادي الصبيان كانوا بيغلبوني، كنت اخد الواد وانزل له اقول له اتصرف لي بده، انا تعبت معاه. يعني والله العظيم، وكان هو اللي مربيهم معايا حبيبتي. والله بجد كان ربنا يخلينا لبعض، ربنا يخلينا لبعض طول العمر بجد، ربنا يخلينا لبعض، سند لبعض، فيش فرق ما بيننا ابدا ابدا. احنا اتربينا على كده، اتربينا ان احنا واحد، نعيش عيشه واحده، ساكنين في الشارع على الحلوه والمره مع بعض، في الفرح نلاقي كلنا ايد واحده، في الحزن لما يبقى عندنا ظرف مش حلو كلنا ايد واحده. احنا كده اتربينا، وهي دي هي دي مصر، ولا هيبقى في يوم حاجه تانيه غيرها، ولا يبقى في يوم في حاجة في أخلاقنا مختلفة. هي دي تربية أهالينا لينا، وجدودنا وأجدادنا، إحنا هم ربوا أهالينا وهم ربونا على كده. بجد أنا فخورة جدا بالشباب، فخورة جدا بشباب فيصل اللي بيعملوا المبادرة الجميلة دي، ويا رب دايما إيد واحدة كده. ومصر محتاجة كده يا جماعة طول الوقت، محتاجة إن إحنا نكون دايما إيد واحدة بروحنا بأخلاقنا بطبعنا.
ربنا بجد يعني يحمي مصر ويحمي كل اهلها. طيب انا دلوقتي عملت ده، مش هعمل اي حاجه غير لما ترجعوا لي تاني بعد الفاصل عشان اقول لكم هعمل ايه. استنوني. وانا رجعت لكم. بصوا بقى بعد ما تبلتوا التتبيله الخطيره دي، شايفين بقى لونه عامل ازاي؟ يتكل دلوقتي اساسا، بس هانت يا جماعه، هي اصبعه وهنفتح عليه. بروح حاطه بقى من التتبيله اللي انا تبلتها دي في البرطمان عندي، خلاص. وبمسك هنا ال ايه السردين بتاعي اهو، واروح المحشي واروح حطاه اهو، راسه تحت وديله فوق اهو، شايفين اهي. ورصص البرطمان بتاعي اهو، كان محيرني، راح سعيد قال لي يا شيف ميلي البرطمان كده هي ايه، هيعمل معاك على طول. فلازم ايه يا جماعه، كل واحد يقول الحاجات اللي بيتعلمها اهو. فهو قال لي لا ميلي كده هيعمل معاك على طول. بصوا اهو، انا هنا لازم اخليه كده جنب بعضه، واخد برطمان، يا ريت ياخد لي كل الكميه، يا ريت. تفتكروا هياخد؟ يا ترى يا هل ترى ايه ده صبغه ماشي هنا يعني اهو، هو اخد كده تمام قوي ماشي. نحط واحده هنا كده اهو، اهي عادي. نكمل الباقي كده اهو، كل ده هيتخلل اهو، تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بصوا بقى، بصوا خلاص انا اهي هعمل ايه، شايفين ده؟ هروح حطاه كمان على وشه اوكي. وبعدين عايزه اقول لكم الشطه دي مهمه جدا في التخليل. عندي هنا قرنين فلفل حمر هنزلهم كمان، وهريسه شطه بقى وادي فود، اتفرجوا على الحلاوه من البرطمان على طول، هنزل اهو خلاص. وكمان بقى زيت زيتون وادي فود، واتفرجوا بقى لما تتخلل في زيت الزيتون. احط بقى، انا هطلعها جاهزه، تتحط عليها شويه ليمون وخلاص على كده. عايزه اقول لكم بس هتشيلوا السلسله بس، وهتلاقوها دايبه معاكم اهو ماشي. هقلب كده بس دي علشان ايه اهو ماشي اهو. حاضر، وانزل تاني زيت زيتون، واقول الو يا دعاء. الو يا زيزة، ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك يا بيبا، عامله ايه؟ الحمد لله. استنوا انا اجيب واحده تانيه. ايه اخبارك؟ الحمد لله حلوه. انتي طيبه وعيد الزعف وانتوا طيبين حبيبتي وكلنا طيبين وبخير يا رب يا رب. قولي لي هتاكلي فسيخ ولا هتستني؟ يعني هتاكلي فسيخ وشم ولا هتستني للعيد؟ لا للاسف هنستنى في العيد، لان انا يعني بعطش جدا. لو عملنا الحق فهي مش ناقصه. نعم فهي يعني مش ناقصه. عملنا سمك وسبيت والكلام ده كله خلال ال 15 يوم اللي فاتوا، مش قادره اقول كنت بموت في اليوم ده. بس الاكله بتبقى حلوه، وبعدين واحد محتاج يغير يعني، عارفه؟ بس اللي انا شايفاه اللي انت بتعمليه دلوقتي، شفتي؟ انا لا انا عايزه افطر دلوقتي عليك. ايه رايك؟ تحفه 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 يعني. لا والسردين دي بقى هتاخديها مني؟ ايه هتاخدي مني السردين ده؟ ايوه انا هعمله بقى. ما انا عايزه اقول لك ان انا بعتمد على ام اسلام بقى كل سنه. ايوه بتعملوه لي، ربنا يخليها ليكم. بحاول بقى ان انا اعمله السنه دي. ربنا يخليها ليكم يا رب بجد. بس جميل جدا الفسيخ والسردين بجد حلوين جدا يعني، واضح ان هو هيطلع تحفه يعني. امال ايه هيطلع تحفه؟ وانهي ده احنا هناكل اكل. انت بتعملي حاجه وحشه يا بيبو بصراحه، وصفاتك كلها حلوه جدا. ربنا يخليكي ليا، ربنا يخليكي ليا. قولي لي بقى انت هتعمليه؟ يعني طول عمرك ما كنتيش بتعمليه بتاع بتعتمدي؟ طبعا انا شفت عنك يا ام اسلام اللي بتعمله يعني، يا اما ام اسلام يا اما ماما. لكن ربنا يخليهم لك يا دعاء يا حبيبتي.
ربنا يخليهم لك، كل سنه وكلنا طيبين يا رب، يقعد علينا يا رب الايام بكل خير طيبين يا رب. كلنا يعني مش قادره اقول لك، احنا عندنا شبرا يعني بصي منوره بعد رمضان وعيال بتسعيد. بصي بصراحه شبرا تحفه اليومين دول بطريقه مش طبيعيه، احلى عالم احلى دنيا واحلى ناس، ناس شبرا. أيوة حقيقي. ايوه ربنا يخلينا لبعض العمر كله بجد. ايوه والله، لا بجد اليومين دول فعلا الجو حلو جدا في يعني مدار الاحتفالات عندنا حلوه قوي قوي. حبيبتي كل سنه وانتي طيبه وجميله. وانتي طيبه مدور. وكل اللي معاكي كلهم كل سنه وهم طيبين، واولادك يا رب وجوزك يا بيبا. وانتي طيبه يا حبيبتي، نورتيني وشرفتيني يا بيبا. حبيبتي بصوا بقى وانا بكلم دعاء عملت ايه. بصوا حطيت عليه الزيت لحد ما وصل لحد الاخر، شايفين لونه؟ يا نهار ابيض يا نهار حلاوه. حطيت عليه زيت وحطيت عليه هرسه الشطه والفلفل متقطع، وحطيت كيس وقفلته اهو تمام. هيتخلل عندي من اول حاجه لاخر حاجه من تحت لفوق. ليه؟ هنا انا مش محتاجه ان انا اقلب بقى والبرطمان من لا 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 لا، انا كل حاجه عندي هنا مالها واصله لها التخليل اهي. انا كل حاجه عندي هنا متملحه كما قال الكتاب. الزيتون زيت الزيتون واصل من اوله لاخره، الشطه داخله في قلبه، حطيت بس هريسه الشطه بس من فوق وشويه فلفل، وكمان ممكن تحطوا زي ما مدام لوريس قالت تحطوا فلفل اسود حصى، دي مهمة جدا وهجربها. وكمان ممكن نحط كمان اضافة البابريكا، طالما الحاجة مش هتغير في طعمه يبقى يا جماعة حطوها. بس يعني مش عايزة اقول لكم هيطلع لكم احلى فسيخ ماشي، واحلى ايه سردين حقيقي حقيقي هيعجبكم جدا. كانت النهاردة حلقة مخللات وتحضيرات لشم النسيم. طبعا عندنا حلقه بقى نفتح عليه بقى، نفتح عليه بقى ونعمل منه اشكال ونقدمه على سفرتنا ان شاء الله في حلقه شم النسيم. استنونا هتعجبكم جدا جدا. طبعا الاسبوع ده احنا خلاص يعني الحمد لله الايام بتجري نعمة من عند ربنا كلها، يعني الأيام حلوة، الأيام الحلوة بتجري، الأيام الوحشة كمان بتجري فالحمد لله. لكن إحنا خلاص تقريبا إحنا نص رمضان عديناه جري محسناش بيه خالص، هوبا يوم واحد هوبا يوم 15، كل سنة كلنا طيبين. فهنبدأ بقى الأسبوع ده هتلاقوا عندنا تحضيرات العيد، هوب في ثانية بقينا بنقول هنجيب البسكوت امتى؟ هنعمل الكحك امتى؟ يا ترى بتسيفور هنعمله امتى؟ خلاص بنحضر تحضيرات العيد. ده غير كمان ان احنا كمان عندنا اعياد القيامة الاسبوع الجاي، فيها فرصة حلوة قوي ان الاسبوع وحضرتك طيب الاسبوع ده نعمل تحضيرات العيد. فاستنوا بقى اسبوع ملغم بمخبوزات العيد بأنجح طريقة وأسهل طريقة، ومفيش حاجة اسمها نشتري من بره. وزي ما تشوفتوا ابتدينا بتحضيرات شم النسيم عشان دي بتاخد وقت، لكن الأسبوع ده مليان تحضيرات ومناسبات حلوة جدا جدا هنحتفل بيها مع بعض يا رب دايما. إيد واحدة المحبة مالية قلوبنا، بحبكم جدا جدا وربنا يخليكم ليا. وبكرة إن شاء الله تستنونا في حلقة جديدة، هتلاقونا على قناتنا تين تي في برنامجكم كل يوم أكلة. هتوحشوني جدا، باي باي.
بقى.